ومن جدة إلى الطائف التي تشتمل على نحو 860 مزرعة، يجذب المهرجان الزائرين كل عام بهدف مشاهدة الورد الطائفي والتعرف على طريقة صناعة منتجات الورد وشراء بعض منتجاته. بلغ الإنتاج السنوي 500 مليون وردة وعدد معامل الورد 36 معملا. المزيد تنضم إلينا من الطائف وردة العربية رفيدة ياسين. يسعد صباحك من مدينة البرود يا رفيدة. صباح الأنوار، يعني تمنيت لو أن التكنولوجيا توصلت إلى ما يمكنني من اختراق هذه الكاميرا لإهداء هذه الورود لوردتي العربية سهام ناديم وكل فريق الصناعة العربية وكل من هو يستيقظ باكرا ليشاهدنا الآن. يعني هذه الأجواء الرائعة مع عبير ونسائم الورود الطائفية، المدينة المشهورة بأنها مدينة الورود في السعودية، يوجد حوالي حتى الآن وصل عدد المزارع الخاصة بالورود لألف مزرعة وعشرات المصانع التي تصنع منتجات من هذه الورود وتستفيد منها في شكل منتجات عطرية أو صابون أو حتى عدد من الكريمات. هناك أجواء الآن للاستعداد لموسم مهرجان الورود الذي تعطل لعامين بسبب فيروس كورونا، ويتم الاستعداد والتجهيزات إليه لما بعد رمضان لإقامته من خلال إحضار عدد كبير من المتخصصين في الورود، وأيضا سيزور هذا المهرجان عددا كبيرا من السياح الراغبين في التعرف والاستمتاع بتجربة ليس فقط قطف الورود الطائفية، ولكن هناك أيضا تجربة تمنح للسياح في هذه المهرجانات لقطف الورود وقطف الثمار الخاصة بالفواكه التي تشتهر بها مدينة الطائف كالرمان والتين والخوخ الخاص بهذه المدينة. للتعرف أكثر على الورود الطائفية وخصائصها المميزة وكيف تجذب الناس، يمكن أن تحدث معي الآن ضيفي في إحدى أشهر مزارع الورود السيد راشد حسين. يعني إذا سألتك، أنت أمين جمعية الورود في كل مدينة الطائف، كيف يمكن تطوير استخدام هذه الورود للاستفادة منها، خاصة وأن المدينة تنتج حوالي 500 مليون وردة سنويا؟ حياك الله، أسعد الله صباحكم وصباح العربية في اسمها وفي لغتها، ولكنها عالمية في محتواها وبرامجها وأحداثها. ونقول صباح الورد لجميع من يتابع هذه القناة الفتية، ووردة من ورود الطائف لكل من يتابعنا. الحقيقة الورد من بدأنا فيه من تقريبا من أواخر مارس، مع الآن احنا في شهر إبريل، واستعدادات إن شاء الله تكون لهذا الموسم اللي الآن حول من اسم مهرجان إلى اسم موسم الورد في الطائف. إن شاء الله حيكون بالتاريخ الهجري في 5 شوال إن شاء الله بعد رمضان. كيف يمكن استغلال هذا الجمال من الطبيعة لتحويله إلى منتجات أو تطوير الحصول على ربما منتجات أكبر منه في المدينة؟ الحمد لله، الآن معروف أنه دهن الورد الطائفي يعتبر الأفضل على مستوى العالم. الآن تصنع منه إسبريهات تعتبر الأفضل في الإسبريهات العطرية بالنسبة للورد. أيضا في عندنا يعني صناعات تحويلية عديدة من هذا المنتج، وصلنا الحمد لله لصناعة اللوشنات، الخمريات، الصوابين، الفواحات، البخور، وعديد يعني لا حصر لها. ولازلنا الحمد لله إن شاء الله في تطوير لهذه الصناعة، وحيستفاد منها إن شاء الله على المستوى العربي، وإن شاء الله حيكون على مستوى الدولي، وجاري الدراسة في تسويق هذه المنتجات. ما الذي يميز تحديدا الورد الطائفي ليحظى بكل هذه الشهرة الإقليمية والعالمية؟ جميل هذا السؤال، كيف نقول هذا الورد يأخذ الأفضل على المستوى العالمي زي ما تفضلتي؟ أولا هذه الوردة موجودة في كثير من الدول، واسمها المعروف هي الوردة الدمشقية. ولماذا سميت الطائفية؟ لأن هذه الوردة وجدت ضالتها في محافظة الطائف، لأن جو وطقس وتربة وهواء الطائف هو الأفضل على مستوى العالم مناسب لهذه الوردة، فسميت بالوردة الطائفية لأنها وجدت أجمل جو وطقس زي ما أسلفنا في الطائف.
تربة طبعا تربة خصبة ورائعة بالضبط. فيعني لا ينتهي الحديث عن جمال ومميزات وخصائص الورد الطائفي، ولكن الوقت لا يسعفنا للحديث أكثر. إليكم من أشهر وأكبر مزارع الورود في الطائف، أجمل صباح لكم وأمنيات بصباح ويوم رائع. نادين وسهام، يسعد صباحات كلها. شكرا يا رفايدة.